طيب نسيب بقى مع حضراتكم كأس الأمم الإفريقية ونروح معاكم لشيء تاني بيفرح كل المصريين، بطولة من أكبر البطولات اللي بتقام على أرض مصرنا الحبيبة، بطولة كأس الأمم الإفريقية، ولكن لكرة اليد وكل عشاق كرة اليد في كل مكان. منتخبنا المصري بيشرفنا كلنا. امبارح عشنا فرحة جميلة مع فوز كبير على منتخب أنجولا في الدور ربع النهائي، تأهل بيه أولا للدور نصف النهائي ثم إلى بطولة كأس العالم ال16 إن شاء الله 2025، أصبح على بعد خطوتين من التأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024. امبارح منتخبنا المصري لكرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني المجتهد جدا خوان كارلوس باستور نجح في الفوز على نظيره الأنجولي بنتيجة 37-25 في منافسات الدور ربع النهائي علشان يتأهل رسميا للمربع الذهبي، ويضرب موعد ناري في مواجهة كبيرة هي الأقوى في كرة اليد وهي في تاريخ كرة اليد دائما هي الأمتع، وبنقول أنه من أقوى المنتخبات منتخبين بيواجهوا بعض، منتخب تونس اللي تغلب على منتخب غينيا بنتيجة 37-24. الشوط الأول كانت مجريات وكالتالي انتهى بنتيجة 20-13 لصالح الفراعنة في مباراة شهدت تألق إبراهيم المصري، أحمد عادل اللي أخذ رجل المباراة، ويحيى خالد والحارس محمد علي، بجانب تألق واضح للاعب محمد سند في الشوط الثاني. نقول لكم هدافي منتخب مصر في مباراة الأمس كانت كالتالي: أحمد عادل سوبر هاتريك أحرز 7 أهداف من 7 تصويبات، أما محمد سند أحرز 6 أهداف من 7 تصويبات، ومحمد ممدوح هاشم أحرز 4 أهداف من 5 تصويبات، وأحمد خيري أحرز 4 أهداف من 5 تصويبات، أحمد سيسا أحرز 3 أهداف من 3 تصويبات، وعلي زين أحرز 3 أهداف من 3 تصويبات أيضا، ويحيى خالد أحرز 2 من 3 تصويبات، أما عن يحيى الدرع فأحرز 2 من تصويبتين، نفس الأمر سيف الدرع وحسن وليد الدح. أما عبد الرحمن فيصل ومهاب سعيد وإبراهيم المصري كل منهم أحرز هدف وحيد، ودي أقل مباراة تقريبا سجل فيها إبراهيم المصري أهداف، لكن ده ما يمنعش أنه واحد من أقوى وأهم الدفاعات اللي لا غنى عنهم مع تاريخ كرة اليد المصرية ونجوم مصر الكبار في اللعبة الأساسية. تصديات الحارس محمد علي كانت كالتالي: 12 تصدي من 35 تصويبة بنسبة مهمة جدا، أما كريم هنداوي تصدى ل10 تصويبات. تعالوا برضو نروح مع حضراتكم كده نستعرض أبرز النتائج الأمس في دور الثمانية والاستعدادات لمباراة اليوم إن شاء الله في كرة اليد المصرية. نروح معاكم كده للنتائج الخاصة بالأمس: كافيردي والمغرب 31-22، الجزائر وكونغو الديمقراطية 36-23، مصر وأنجولا 37-25، وأخيرا تونس وغينيا 37 أيضا مقابل 24. مبروك لمنتخبنا المصري، فوز غالي جدا، تأهل مستحق لنهائيات كأس العالم في 2025 في انتظار ديربي شمال إفريقيا أمام نصر قرطاج، أقوى منتخبين في القارة بالكامل على تذكرة التأهل للمباراة النهائية المؤهلة لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، مباراة هامة جدا غدا الخميس بإذن الله هنستمتع بها عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس.